عليكم. انا هنا في الوكاله، انا وساره عشان اروح المحل اللي بجيب منه الملايات بقى كده من جوه، والحاجات اللي فيها القماش واللي فيها الهدوم اللي فيها كده يعني بقى من اول الشارع بره لحد ما ندخل جوه واوريكم الحاجه جوه عامله ازاي. على بركة الله. يلا عالشنطة. كوبري 15 مايو كده، احنا جايين من الكبكات ومن الزمالك اللي هو كوبري الكبكات اهو. نيجي بقى كده كده الاسعاف، لو كملنا لاخر الشارع كده نبقى الاسعاف. نيجي بقى نخش كده تمام. هنا الحاج زكي السماك اهو. نروح احنا داخلين بقى من هنا من عند قصر السلطان ابو العلا، نخش بقى من هنا كده، نخش كده على طول في يمين وفي شمال، هنخش من الشمال كده من قدام قصر السلطان ابو العلا، نمشي على طول يعني بنخلص كشري على شمالي وبخش من جنبي على طول كده قصر السلطان ابو العلا اهو. بنخش احنا بقى كده، بصوا الوكاله اهي كلها كده، دي اللي هي البلات. دوروا بقى فيها وكل واحد وحظه اهي. كل ستاند بيبقى عليه سعر. لما سعود معرض العربيات بنمشي بعديه برضه بشويه عند الجامع ده كده. الجامع اهو، بنخش الشارع اللي جنبها على طول على الشمال عند محل اسمه دلع رجلة. نخش بقى الشارع ده كده، هو في اول يمين دي بقى الملايات بقى والقماشات وكل حاجه اهو. ده بقى اول يمين اهو كله بقى هدوم بقى وقماشات وبلوهات حاجات اهو، مش ستاير. الشارع بقى ده كله الاخر في شمال وفي يمين وكله قماشات. ماشي كده اوريكم الدخله، نشوف بقى نروح محل ايه. بصوا الملايات دي، ده محل برضو من ضمن المحلات. ده وش وش؟ لا هو وش واحد، المخدة تبقى وش واحد عشان لو عايزه تعملي الاشكال تقلبي الاشكال. بص بقى من ضمن المحلات اللي دخلناها اهي، في ده هو بكام متر من ده؟ ده ب 40. واللي جنبيه؟ ب 40. والمنقط ده؟ ليه بقى اشمعنى ده؟ تركك؟ ماشي. طب وبتاع الفراشات بتاع الاطفال ده؟ برضه؟ نص متر. مخدتين. لا المادية خدوديات صغيرة. وكمل من ده؟ بكام ده؟ حلو قوي ده. ده التركي ده. امال السادة ده بكام؟ بكام السادة؟ ب 40؟ ده المتر من ده ب 40 جنيه اللي هو ده، وده ب 65 اهو، 65 متر من ده كمان اهو. الله حلو قوي ده. تعالي بصي يا سارة ناخد من ده. الله زي ده ب 40 برضه اهو. بص بكام المتر من ده؟ 40. ده في شارع ملاك جه، ده محل اسمه ويليام حكيم في شارع ميرزا، صح كده اسمه الشارع ده. اول ما دخلنا مشينا قلت له هنكمل الشارع اخره في يمين، هو في الاول كده. بصوا دي طبعا ساره انتوا عارفينها. ايه؟ لا صاحبتها مش زيها. نروح بقى نشوف محل تاني وصور. قماشي السواريه بقى، بصوا بصي يا ساره قماش السواريه. المحلات دي ادي كلها بتاعت السواريه. بصي احنا جينا هنا بقى عشان نفصل الملايات اللي جبناها، المحل الكارت بتاعه اهو في الوكاله برضو. هيفصلنا ملايات الاسك، شفتوا الفيديو بتاع ملايات الاسك اللي عملته لكم؟ ده في الوكاله هنا بيعملها، يعني مش اي حد بيعملها. اهو الكارت بتاعه عشان لو حد يفصل ملايات اسك. دي مخدات انا جايباها عشان خاطر السرير بتاع البيبي اللي انا جايباه،
بعمل له مخدات اهو ارخص من بره، لقيتها القماش ارخص لان هجيب ارخص اهو. تمام فكرت اهو كمان مره عشان لو حد حب ياخده سكرين او يجيله اهو، اسعاره حلوه جدا وهتعجبكم ان شاء الله اهو، عشان لو حد حب ياخده سكرين اهو. بصوا الالوان دي برضو اهي، ده المتر ب 45 اهو، بس الالوان ما شاء الله لحد فوق خالص اهي. ده جايه لك في الاطفال، لا مش عايزه من ده عشان عندها على السرير الكبير فيه. بص الالوان دي كمان. طب كام متر من ده؟ نفس السعر 40 ده. بصوا الوان ما شاء الله حلوه قوي قوي قوي، حلوه جدا ما شاء الله الالوان. هو دوت اللي بتبقى الملايه لون والكيس لون؟ اللي بتبقى الملايه لون والكيس لون صح؟ مالو في ايه بس بقى انا عايز دول فين؟ بصوا بصوا بقى لما يجيبوا بال 40 جنيه لما يجيبوا. طب بقول لك الملايه تحت كام؟ السرير 160، اثنين خدوديه واثنين كيس، كم متر؟ 5 ربع. طب لو سرير اطفال متر و20 لحد او كيس وملايه؟ 3 متر. لو متر 3 ربع ماشي. زي ما سمعتوا كده السرير الكبير 160 بياخد 5 متر الا ربع، مخدتين كبار وخدوديتين وملايه. لو سرير متر و20 بياخد 3 متر، لو سرير متر بياخد 3 متر الا ربع، طبعا بخدودياته بحطه كلها. تمام. دي الكسوه بتوع الانتريهات وبتوع المراتب وبتوع الحاجات اهي. متر من ده بكام قلت؟ 2.5 35 من بقه، وطبعا احنا هناخده ب 10 جنيه. الله يبارك لك. نحط جوه. الله يبارك لك، شكرا. بصوا القماش الوانه حلوه ازاي اهو. في بقى ده بتاع المراتب، اللي هو بتاع المراتب اللي كانوا بيفصلوا بيه القماش، اللي كانوا بيفصلوا بيه المراتب زمان والافراح اهو. أيوة بالظبط كده. وفرش الكنب. ايوه وايه الستان بقى اللي جنبه ده؟ ده يا بنتي ده ممكن ينفع بتاع الحياه في وزن مخدات. اه اسمه ايه برضه؟ في ده برضه بتاع ينفع برضه. بكام متر بتاع ده؟ بكام ده؟ ده 35 مش شايفه 30. واللي جنبيه ده بكام؟ ده ب 35 يا فندم. هو كله ب 35؟ ده حضرتك انت بريزي. ده ب 10 جنيه في سوق الجمعه. يا عيني عليا. امال ده بكام؟ ده خلي بالك الصوره دي بفلوس، خلي بالك. ماشي. ده ب 20 جنيه بس يا فندم. ماشي. ده بتاع الكوفرتايات ده بتاع الكوفرتايات؟ لا يا بنت ده بتاع كسوه كنب وبتاع برضه. كنب برضه. بصوا كمان هنا اهو كمان. ايوه بتاع بعور يا جماعه. خلينا نبص هنا وهنا. ايوه يلا كله يبتسم. وفي جنبينا اهو الناحيه الثانيه. ايوه. ودي ساره بتاعت مطبخ طبخه. اضحكي بس ابتسمي، خد صوره عشان تبتسم. ولا بتبتسم؟ هي بتبتسم. ده بتاع فتش التكاتك والعربيات. لا تكاتك ايه وعربيات ايه والكلام فاضي ايه؟ بلكونه يا فندم. بلكونة انا حاطة في بلكونة زي ده. اول ما تخلصي يا فندم ده ادفع 50 جنيه تصوير، خلي بالك. ماشي. يا جماعة بيدفعونا، المفروض ناخد منهم بس بيدفعونا. وده برضو بتاع ده برضو هو يا فندم. تمام. بصوا فينا بقى كل الأشكال وكل الألوان وكل كل حاجة، وبيفصلوا هنا يعني لو خدت حاجة عايزين تفصلوها بيفصلوها هنا برضو. صوره بقى البيبي اللي جاي، بقى صوره بالبيبي اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله يا اخويا. يلا انا كده مش هخش محلات تاني خلاص. احنا كده خلصنا لف في الوكاله طبخه مع ساره احمد. فلسه قاعدين في محل من ضمن المحلات عشان بس بيفصل لي اكياس مخدات كده، فقلنا نقفل معاكم الفيديو. احنا هنطلع من هنا على البيت خلاص. خلصنا بقى اوريكم المحلات، اوريكم كذا محل. زي ما قلت لكم من بره الطريق وريت لكم ازاي المحل. هتخشيه من اول الشارع بره كله محلات بقى يمين وشمال. انا اوريكم الاسعار هنا، الاسعار في المحلات تقريبا كلها شبه بعضها. الفرق هتلاقيه في 2 جنيه في 5 جنيه في حاجه زي كده، حاجه بسيطه جدا جدا جدا. والتفصيل برده عندهم انا فصلت هنا المره دي حلو قوي. عملت مخدات خدوديات صغيره لان انا جايبه سرير الاطفال، فبعمل لهم عملت لهم ملايات استك وعملت له خدوديات صح. وريهم لي كده يا ساره، وريهم هات البامبك اللي على الارنوب دي.
ماشي. فصلنا من الخضريات، بصوا دي فصلنا، دي الواحدة فصلنا بخمسة جنيه غير القماش، غير القماش. القماش جايبين متر ب40، وفي المقلم ده، وفي جبنا المقلم برضه، وجبنا الابيض، وجبنا البامبك، وجبنا العلبة طريق، جبنا كذا حاجة. فان شاء الله يا جماعة تيجوا هنا، انا عرفتكم عشان خاطر كذا حد سألنا قال يجي الوكالة منين. الوكالة اللي هو قبل يعني لو جاي من الاسعاف هينزل عندي زكي السمك من بره، وانا اوريكم الدخلة. بس كده ان شاء الله اروح بقى البيت اجيب، انا جبت بافتة، الراجل هو بيفصل البافتة، البافتة اروح بقى البيت احشيها فايبر معاكم وخيطها قدامكم، واظبط المخدات بتاعة السرير، واوريكم انا برضو عملتها ازاي. انا بس اوريكم جبتها منين، اوريكم برضو فصلتها فين، عشان تبقوا عارفين ومتابعين معانا خطوة خطوة. بس كده، واي حاجة هعملها باذن الله ابقى اصورها لكم عشان خاطر تبقوا عارفين لو حد حب يعمل. الاسعار هنا يا جماعة، اللي في مقدرته يجيب منها يجيب، اللي مش في مقدرته ما يجيبش. انا بقول اللي انا بشوفه واللي انا بعمله، غير كده انا ما اقدرش احكم على حد واقول له هات وما تجيبش. انا بقول لكم عشان كذا حد بيسال وبيستفسر. ان شاء الله لو اوريكم برضو ارقام التليفونات اهو في الكارت بتاع الراجل اللي بيفصل، برضو عايزين تفصلوا بره براحتكم. ماشي، ان شاء الله الجوله دي تعجبكم، ولو في اي حاجه في الفيديو مش مفهومه انا ممكن طبعا ما انزلش الوكاله لان خلاص هولد بكره ولا بعده، فقلت انزل النهارده كده حلاوه تروح نخلص اللي ورانا. عايزين حاجه؟ عايزه حاجه يا ساره؟ لا شكرا. نروح ناكل بقى، يلا سلام عليكم.